السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا عباقرة الرياضيات في درس جديد لمادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي الجزء الأول، وعنوان درسنا لهذا اليوم هو الشبكات وعملية الضرب. إذن سنتعلم اليوم إيجاد ناتج الضرب باستعمال الشبكات، هل أنتم مستعدون؟ نعم، هيا بنا نبدأ. حسناً، إذن ما هي المفردات التي سنستعملها لدرسنا لهذا اليوم؟ سنستعمل يا أختي الشبكة، العوامل، ناتج الضرب، خاصية الإبدال لعملية الضرب، وهيا بنا نبدأ مع أول مثال. أقامت ليلى حفلة فرتبت أكواب العصير على الطاولة في ثلاث صفوف، ووضعت في كل صف خمسة أكواب، ما عدد الأكواب كلها؟ إن ترتيب الأكواب في صفوف متساوية وأعمدة متساوية يسمى شبكة، وهي تساعدني في إجراء عملية الضرب. تسمى الأعداد التي يتم ضربها عوامل، ويسمى العدد الناتج هو ناتج الضرب. كم كوباً على الطاولة؟ لإيجاد عدد الأكواب الكلي يمكنني أن أستعمل قطع العد لعمل شبكة. تظهر الشبكة ثلاث صفوف، في كل صف منها خمس قطع. هيا بنا، لدينا هنا قطع العد، علينا القيام بعمل ثلاثة صفوف، في كل صف خمسة أكواب، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، وخمسة. الآن تكونت لدي شبكة مكونة من ثلاثة صفوف، في كل صف منها خمس قطع عد كما هو موضح في الصورة. فإذن الطريقة الأولى هي الجمع. سنقوم بجمع عدد القطع في كل صف، خمسة زائد خمسة زائد خمسة، كم يساوي يا ذكي؟ ممتاز، أحسنت، 15. أما الطريقة الثانية وهي الضرب، فسنقوم بضرب العامل الأول بالعامل الثاني لإيجاد ناتج الضرب. ممتاز، ثلاثة صفوف ضرب خمس قطع يساوي 15. الرقم ثلاثة هو عامل، خمسة عامل، 15 هو ناتج الضرب، أي أن يمكنني كتابة جملة الضرب كما هو موضح، ثلاثة ضرب خمسة يساوي 15. عدد الأكواب في ثلاث مجموعات متساوية، وفي كل مجموعة خمس أكواب يساوي 15 كوبا. الآن لدينا خاصية الإبدال، أحسنتم. لفظياً خاصية الإبدال لعملية الضرب تعني أن تغيير ترتيب الأعداد المضروبة لا يغير من ناتج الضرب. كيف؟ هيا بنا نتعرف. مثلاً 4 ضرب 3 يساوي 12، وثلاثة ضرب أربعة يساوي 12، أي أنني غيرت أماكن العوامل فلم يتغير لدي ناتج الضرب. لدينا الآن مثال من واقع الحياة. عند سعاد ألبوم صور، ويمثل الشكل المجاور إحدى صفحاته.
أكتب جملتي ضرب لإيجاد عدد الصور في كل صفحة. الآن دعونا نقوم بعمل شبكة ولكن باستخدام البطاقات. سنمثل بالبطاقات هذه الصفحة. لدي هنا صفان، في كل صف 4 صور. صفان في كل صف 4 صور. 1 2 3 4. وهنا 1 2 3 4. وبذلك أصبح لدي 2 ضرب 4. 2 ضرب 4 كم يساوي؟ ممتاز، بارك الله فيك، يساوي 8. هذه هي الطريقة الأولى. 2 ضرب 4 عدد الصفوف 4 في كل صف 2 يساوي 8. من يستطيع أن يقوم بتمثيل الشبكة بطريقة أخرى ولكن بنفس عدد البطاقات؟ ممتاز، أحسنت. هيا بنا لنمثلها بطريقة أخرى. سنقوم بعمل صفان في كل صف 4 بطاقات. لدي صفين في كل صف 4 بطاقات، فأصبح لدي 2 ضرب 4. 2 ضرب 4 كم يساوي؟ أحسنتم، 8. ماذا نلاحظ؟ أن العوامل تبدلت ولكن ناتج الضرب لم يتغير. لدينا الآن تدريب. هيا يا صغيري، جهز ورقتك الخارجية أو سبورتك الصغيرة لتبدأ معنا بالحل. لدينا دقيقة واحدة. اكتب جملة الضرب المناسبة. إجاباتكم 1 2 3. أرفع. ممتاز، أحسنتم. 2 ضرب 6 يساوي 12. وماذا عن التدريب التالي؟ من مستعد؟ هيا يا بطل، اكتب جملة الضرب المناسبة. دعوني أرى إجاباتكم. 1
2 3 ارفع. احسنتم، عمل موفق. 2 ضرب 3 يساوي 6، ممتاز. وبذلك من يتذكر ماذا تعلمنا اليوم؟ لقد تعلمنا إيجاد ناتج الضرب باستعمال الشبكة. وبذلك عزيزتي الطالبة وعزيزي الطالب، للمزيد من الاستفادة يمكنكم الرجوع لكتاب الطالب وحل تمارين الدرس صفحة 92 و93، ونلتقي معكم في دروس جديدة، ومع السلامة.